يا التراب دفنت احبابي وظلت صورهم بالعيون، اموت ويلهج لساني بذكرهم. يا التراب دفنت احبابي وظلت صورهم بالعيون، اموت ويلهج لساني بذكرهم. والدموع صدق تحلى المدامع يم قبرهم، والدموع صدق صدق تحلى المدامع يم قبرهم، لو انهم يرجعوني وأراويهم كسرهم، لو انهم يرجعوني وأراويهم كسرهم. يا قلبي نوح الزينب واذكر بجيها، رادت تموت ويا الأخو بس مو بديها. يا قلبي نوح الزينب عدت تموت ويا الأخو بس مو بديها. يا قلبي لي حين تشرح يا حزن يا قلب. اليوم منظمة بدر فرع الشمال تقيم مجلس عزاء على روح النقيب المنتسب في جهاز مكافحة الإرهاب، الذي الشخص الأول الذي رفع راية الله أكبر راية العراق في مبنى محافظة كركوك. حقيقة هذا وفاء لشهدائنا الأبرار، لشهدائنا الأعزاء الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن وفي سبيل محافظتنا العزيزة كركوك. فهذا المجلس ما هي إلا تعبير عن حبنا واحترامنا وتقديرنا للشهداء الذين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل كركوك ومن أجل العراق ومن أجل الحفاظ على تربة ومقدسات العراق. اليوم هذه الجماهير هبت إلى هذا مجلس العزاء لتعبير عن حزنها وأسفها واستنكارها لاختيال هذا الضابط العزيز. اليوم منظمة بدر سباقة في مراعاة هذه الأمور. اليوم الناس التفوا حول هذه العزاء وعبروا عن استنكارهم وتنديدهم، وإن شاء الله تعالى ستكون هنالك نتائج في التحقيق وستبين الجهة الفاعلة بهذا الاختيال. ما شاء الله ضيفك ضيفك يا حيدر هالمساء، عاشت غريبة ضيفك يا حيدر هالمساء، المصيبة عاشت غريبة يا علي وعدت غريبة. وانا بيها